الله الرحمن الرحيم. التسونامي ما هو؟ أخي الحبيب، التسونامي هي الظاهرة الطبيعية تحدث عندما يحدث زلزال في أعماق البحر على عمق آلاف الأمتار أحيانا. هذا الزلزال يؤدي إلى تشكل موجة عنيفة جدا وضخمة جدا تنتقل باتجاه الشاطئ. طبعا هناك طريقة ثانية لتشكل التسونامي من خلال الخسف الذي يحدث في قاع المحيط أو البحر. هذا الخسف أيضا يشكل موجة عنيفة جدا وخفية. مشكلة التسونامي أنها ظاهرة خفية، يعني يصعب على العلماء التنبؤ بها، ويصعب على العلماء مراقبة هذه الموجة وتحديد مكان انتقالها أو أي شواطئ ستضرب. لذلك اليوم العلماء يعتقدون أنه لا يستطيع أحد حتى الآن التنبؤ بالتسونامي أو بالزلازل التي تقع في قاع المحيط إلا بعد وقوعها. طبعا هذا الأمر يجعل بعض الناس تخاف. بعض الناس الذين يسكنون بالقرب من البحار أحيانا يعني تخرج مثل إشاعة أو أحد الباحثين يتحدث بأن التسونامي سيضرب منطقة ما، فتبدأ الناس تخشى. وأنا أقول لكم أيها الأحبة، كذب المنجمون ولو صدقوا، لأنه لا يمكن التنبؤ. قد تحدث هذه الظاهرة ولكن لا يستطيع أحد أن يتنبأ أين ومتى وكيف أبدا. لذلك أنا أقول دائما بالنسبة لمن يخاف من هذا الأمر، أنصحه أن يدعو بدعاء سيدنا ذي النون يونس عليه السلام. هذا النبي الكريم كان في أعماق البحر، وكان في ظلمات الحوت، بطن الحوت، وكان في ظلمات الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو الدعاء أيها الأحبة، وهذا الدعاء تعهد نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل من يدعو به سينجيه الله من الغم كما أنجى سيدنا يونس. احفظ هذا الدعاء رجاء وكرره بالنسبة للأحبة الذين يخافون من شر الماء أو شر الغرق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ببركة هذا الدعاء سيزول عنك الخوف إن شاء الله، واعلم أن الأعمار مقدرة بيد الله، لا يستطيع إنسان أن يؤخر أجله ثانية واحدة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يتوفانا على الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.